نروح شمال سينا ومدن شمال سينا، بير العبد والشيخ زويد. طبعا دايما بنفتكر يعني، او لما بتذكر اسم هذه المدن بكل اسف بنفتكر التفجيرات والمواجهة في معركة الارهاب، ولكن ايضا في صور مهمة للحياة في هذه المدن. تعال نتعرف كده على بنت اسمها ايمان، وعندها قصور في الذراعين ولكن بتتعلم في ظروف صعبة جدا في بير العبد. نتابع مع بعض حالتها مع محمد حكيم. بطرفين علويين لم يكتملا ولدت إيمان في مدينة بئر العبد بشمال سيناء. كانت إيمان توأما لأميرة التي ولدت مكتملة، بينما شاء القدر لإيمان أن تولد بذراعين قاصرين، ولكن بإرادة غير منقوصة جعلتها تشارك في كل أعباء المنزل. بتساعد معايا في الخبيز، في الطبيخ، في الكنيس، في كل حاجة في البيت، وأنا بزعل عشانها لما بشوفها كده، يعني نفسي إن هي تبقى زيها زي الأطفال اللي معاها. إذا خانتها اليد فبالقدم تقاوم إيمان قصور ذراعيها وتتعايش مع واقعها، لكنها تضطر كثيرا إلى الاعتماد على توأمها في بعض متطلبات الحياة اليومية. أميرة أختي بتلبسني، لما عايزة أكون أروح الحمام هي بتيجي معايا، ولما كنا عايزة حاجة وأميرة غايبة ما أعرفش أعملها. مدينة بئر العبد التي ولدت فيها إيمان ووفقا للتقسيم الاستراتيجي لسيناء هي جزء من المنطقة الحدودية به متوسطة التسليح، وهي المدينة الأقرب لمجرى قناة السويس ولطريق سيناء الدولي، وهو ما يجعلها مسرحاً لكثير من المواجهات بين عناصر الإرهاب وقوات الجيش المصري. وفي واقع كهذا تقول الأرقام إن نسب تسرب التلاميذ من التعليم ترتفع جداً خصوصاً عند الإناث. ترك الأراضي خوفاً من الجلد والسهم يذهبون إلى بلد لا يعرفون فيه أحد. لكن إيمان كانت أقوى من هذا الواقع وحرصت دائما على مواصلة دراستها رغم كل الظروف، حتى وصلت إلى الصف الأول الإعدادي وأصبحت أحد أشهر تلاميذ مدرسة سلمان الإعدادية. هي بتتعب بإيديها، دي صعبة، يعني أنا لو مكانها مش هكتب، أنا ما بستعملش أشوف إنها بتكتب بوقها، ما بستعملوش، بس ما فيش أنا بإيدي حاجة، هي لازم تكتب عشان تتشطب. تحدي الإعاقة لا يعني أنك أبداً لن تشعر بالعجز أو أنك لن تطلب المساعدة ولو لمرة. بوك بيوجعني لما أجي أكتب، ولما أكون عايزة أكتب برجلي أتكسف أرفع رجلي على التختة عشان أكتب، عشان أنا بنت ما أعرفش أرفع رجلي على التختة وبتكسف. أطلب من رئيس عبد الفتاح السيسي إن يجيب لي يدين صناعية تتحرك، عايزة أكون زي أصحابي، أمشي وأضحك وأعمل كل حاجة وكل يد زي أصحابي. ياللي أنت بيتك قش مفروش بريش، تقوى عليه الريح يصبح مفيش، عجبي عليك حواليك مخالب كبار وملكش غير منقار وقادر تعيش. محمد حكيم، 90 دقيقة مع معتز الدمرداش. بصراحة إرادة فولاذية من بنت لسه صغيرة بس عندها طموح كبير وعندها حلم كبير وعندها نظرة إيجابية للحياة، ومش من النوع اللي بتقهر أو بتسمح للظروف إنها بتقهرها. نموذج الحقيقة للإيجابية وللجدعنة ولل يعني الإنسان اللي ما بيديش ظهره للحياة حتى لو الحياة يعني غير منصفة شوية له. طبعا
صور الصوره اللي قدامكم دي، شوف بتكتب ازاي، شوف بتنظف مع امها، بتشتغل في اعمال البيت، وخطها مقروء جدا، واي نعم هو باصابع القدم، بس يعني حتى المدرس بتاعها يعني مبسوط منها. يعني مش عارف اقول ايه، وش كده بريء وجميل، وبحييها وبحيي ايمان وكل اهالينا في سينا. وان شاء الله يعني الاستغاثه بتاعتك او المناشده بتاعتك نتمنى انها توصل الى كل من يهمه الامر.